تصل إلى منطقة الوسط ولكن تصل فريق القل. هنا الدفاع لرأس البر يختل ويسجل اللاعب مصطفى سليمان هدف أول في مرمى فريق رأس البر. دونجا دخل مصدر جزاء خطيرة دونجا في القائم يا مقار ناجي عبد الرحمن ومرت الكرة طوليا في الأمام إلى أن مرت إلى ماهر غنيم على كرته ماهر في رد كرة منطقة الجزاء ماهر وركلة جزاء صحيحة مليون في المية. واحد يقول لي إيه يا معلق اللقاء إزاي عرفت إن هي صحيحة؟ أقول له إن السيد وقت طلوع الكرة سند على لاعب فريق التل وشد لتحت الشده دي اللاعب نزل بقى عمل فيها يعني ان هو الضحيه مع الكره دي ولكن طبعا بحي حكم اللقاء سيد منير على ركله الجزاء اللي احتسبها في تلك الكره بيتكلم سنه
sen yaşam uymanını üzülme başına dönüm sen yaşam uymanını.